بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يقول: بعضهم يقول لبس البنطال ليس فيه تشبه بالكفار كونه انتشر بين المسلمين فزالت الخصوصية، وذكر كلاما للحافظ في الفتح قال: وقد كره بعض السلف لبس البرنس لأنه كان من لباس الرهبان. سئل مالك عنه فقال: لا بأس به. قيل: من لبوس النصارى؟ قال: كان يلبس هاهنا. وأن يكون اللباس له شعار ديني عندهم، فإنه ثبت مسلم النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية ضيقة، وهذه الجبة من لباس الكفار. والجواب أن البنطال لبسه فيه عدة مخالفات. المخالفة الأولى أنه خلاف لبس النبي صلى الله عليه وسلم ولبس أصحابه ولبس التابعين وتابعيهم والقرون المفضلة كلها وإلى أزمنة قريبة. ولنا في رسول الله أسوة حسنة في أقواله وأفعاله ولباسه إلا ما دلت الخصوصية عليه، وإلا فواجب التأسي، مطلوب التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلا أحسن من اللباس الذي لبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعه على ذلك الصحابة وسائر الصالحين. وأمرنا أن نلبس من لباسنا من ثيابنا البيض كفن فيهن موتانا، ولبس القميص ولبس الرداء ولبس الإزار، ولم يعلم أنه لبس هذا اللباس الفرنجي. هذا الأمر الأول وهو الأصل. فإن اللباس ليس عبارة عن زي محض، ليس تعبديا. قال الله عز وجل في كتابه: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فأمر بأخذ الزينة عند كل مسجد، أي عند كل صلاة، ما يدل على أنه أمر ليس عبارة عن زينة فقط بل تعبدي. وشرع للحاج التجرد من المخيط ولباس معين، لو لبس غيره فيه وهو محرم ارتكب محظورا، ما يدل أن المسلم مقيد بلباس في إحرامه ولباس في حله. ولا يجوز للرجل أن يلبس لبسة المرأة ولا المرأة تلبس لبسة الرجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. يتعرض لكبيرة من كبائر الذنوب، ما يدل أنه ليس مجرد زي بل أمر هو زي وتعبدي. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما
أنه يراكم هو قبيل من حيث لا ترونه. فجعل اللباس سترا سترا وكشف العورة حرام. ولو صلى كاشفا أحد عاتقي أو أحدهما مع القدرة فإنه تارك لواجب. من أهل العلم أن يقول تبطل صلاته. وأهل العلم يذكرون ما تصح به الصلاة من اللباس وما لا تصح به في الضرورة وعدمها. والله عز وجل ما يز فيه بين الذكر والأنثى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن تشبه بقوم فهو منهم. والتشبه يكون بالمظهر والمخبر، والمظهر دليل المخبر، مظهر دليل المخبر وعلاماته. وقد صنف شيخ الإسلام التيمية رحمه الله كتابا حافلا بعنوان اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، وذكر فيه النهي عن أن يلبس المسلمون لباس الكفار. وفي تلك الأزمنة كانوا ينهون عن تشبه المسلمين بالكفار وحتى تشبه الكفار بلباس المسلمين، ويوجبون ويلزمون على الكفار لبسا معينا لا يشابهون فيه المسلمين حتى لا يتشبه المسلمون بالكفار تمييزا لبعضهم عن بعض. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن عمرو بن العاص ثوبا معصفرا مصبوغا بالعصفور يلبسه الكفار ويلبسه النساء، فنهاه عن ذلك. قال أبي هذا أمرتك أمك؟ قال يا رسول الله أخلعه أو قال أغسله؟ قال احرقه فإنه لا يحل لك، إن هذا لباس الكفار، لباس الكفار. فنهاه لأنه لباس الكفار لا يتشبه به. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم على علي بن أبي طالب حل أهداها له فقال إنما يلبس هذا من لا خلق له، إنما أعطيتك لتقطعها بين الفواطم يعني بين النساء تصيب بها. أو جاء عن عمر أنه رأى لعمر، فاعتبر أن هذا لباس، هذا اللباس يلبسه الكفار، الحرير لباس الكفار، لباس الذين لا خلاق لهم لا نصيب لهم في الآخرة. ونهى المسلمين عن لباس الحرير والكفار يلبسونه لأنه لباس الذين لا خلاق لهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأكل في آن الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، نهيا عن مشابهة الكفار الذين يفعلون ذلك. ولو قرأت في هذا الكتاب، أعني وقد قرأ كثير منكم فيه، يجد من ذلك الزجر الشديد والنهي الأكيد بالأدلة الثابتة، بالأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وآثار السلف في النهي عن مشابهة الكفار في أقوالهم لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، وأفعالهم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات، ولا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيئا كل حزب لديهم فريقون ثم جعلناك على شريعة من أمره اتبعها. فهذا يدل على أهمية الزي ولباس اللباس الشرعي تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم ومجانبة للكفار ومجانبة للنساء، وأن اللباس ليس عبارة عن زي فقط وجمال فقط، بل ويدخل فيه ستر العورة الذي لا تصح الصلاة إلا به، فيصير أمرا تعبديا. وبالإجماع أن ستر العورة في الصلاة شرط من شروطها، لا تصح الصلاة إلا بذلك.
نقل الإجماع على ذلك، نجل نقل الإجماع إلا عند العجز عن ذلك، أما مع القدرة فشرط. وعلى هذا فدعك من بعض الآثار التي لا، إما أنها اجتهاد بعض الذين من الناس أو لا تثبت، ثبتت أو لا تثبت فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنا تصرفون. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وتأمل في جمال القميص وجمال الإزار وجمال الرداء وجمال اللباس الذي لبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسار على ذلك الصالحون، تجد أنه يدخل تحت حديث إن الله جميل يحب الجمال، وتحت الزينة الشرعية، خذوا زينتكم هي زينة، وأن لباس البنطال ليس بزينة، يمشي ورجلاه مفروقتان هذه وهذه وهذه، وليس بساتر الستر الكافي. فبعضهم ربما يلبس بنطالا يصف العورة، وفتاوى فحول أهل العلم ونصحائهم على أنه إن لبس لباسا تظهر عورته في حال صلاته لم يكن ساترا، أن ما كان تظهر العورة من داخله ويشفها أنها الصلاة لا تصح بهذا القيد، كانت لا تظهر العورة. ويبالغون في شده على الجسم، وغالب من تجد أنه ما يحب أن يكون البنطال فوق الساقين، لبسة المسلم لباس المسلم هذا إذرة المؤمن إلى نصف الساقين، فإنه لو لبس بنطال إلى نصف الساقين يعتبر نفسه مشوها، لازم أن يجمع بين البنطال والإسبال، هكذا تجد في البناطين. فاحذر بارك الله فيك الشبهات، واعلم أن هذا لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القميص والرداء، الإزار والرداء والقميص وما كان من ذلك، وهو خير الهدي وأفضل أسوة. واعلم أن المظهر دليل المخبر، واعلم أن المناهي عامة في عدم التشبه بالكفار، واحذر ما دل عليه حديث رسول الله وأن تشبه بقوم فهو منهم، الحديث ثابت حسن. واحذر كذلك أيضا التماس الرخص في بعض الأشياء، فإنه ما من أمر قد ذكر فيه الخلاف في حله وحرمته إلا وتجد من، وبعض المسائل ما لا إجماع فيها إلا وترى فيها من يقول هكذا يقول هكذا، وإن تتبعت الرخص أوقعت نفسك في أعداد من المخالفات الشرعية، حتى قيل من تتبع الرخص تزندق تزندق. أبو حنيفة كان يبيع شرب المسكر، المسكر النبيذ المسكر يبيع شربه، ولو أخذت بهذه الرخصة ما أدري لو أنت منتشي في الشارع كان صرت سكران. مالك؟ قال أبو حنيفة أفتى به. وهكذا أيضا بعض المالكية، جاء الإمام مالك بعض الأقاويل كذا والمالكية يبيعون أكل الكلاب، وأخبرنا بعض الذين هناك من بلاد المغرب العربي قالوا هناك مجازر، مجزرة للكباش، مجزرة للأغنام، مجزرة للأسود، أنواع اللحوم، وهناك الكلاب، تبغى تشتري لحم كلب تروح المجزرة تشتري لحم كلب، يباع عندهم بيع، يأكلونه مثل ما يأكلون اللحوم الأخرى، تبغى لحم كبش لحم كلب لحم عندهم مباح، كيف ترى؟ ما هو محرم؟ محرم. هذه زلة، هذه زلة وقعت ما يتابع فيها ممن أفتى بها. وهكذا أيضا هناك يعني من يقول بأن البنت من الزنا يحل زواج بها، يجوز أن تتزوج إذا زنى رجل بامرأة فحملت منه فولدت بنتا، قل هذه خارج العقد، وإذا كان خارج العقد فليس لها حرمة البنت بعد داخل العقد، فيجوز زواج بها. زلة كبيرة هذه وقع فيها الإمام الشافعي ورد عليه، لا ما يجوز زواج بها حتى وإن كانت خارج العقد، فهي من صلبه من لحمه ودمه منه. وإن قلت وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيحني بنكاح البنت والبنت تحرم. وهكذا زلات أنا ألمحت إلى بعضها، منهم من زل في العقيدة، في مسائل العقيدة
وهو من العلماء، لكن تجد عنده زلات شطحات كبيرة في العقيدة، لو تابع تحصل تضاله. وهل العلم يقول أن هذا رجل عالم وهذه زلة منه تجتنب؟ هل ذكرنا هذه الإلماحة لبيان أنك أيها المسلم حافظ على دينك، عض عليه بالنواجذ، واحذر الشبهات، واحذر اللبس، واسأل عن دينك من تراه ينصفك بالأدلة، سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما أمر الله بالسؤال لها ذكر إلا لما عندهم من الذكر لبيانه للناس، وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليهم، هذا بيان للناس ولينذروا به، أي بالذكر. ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ثبت أو لم يثبت عن مالك أو عن غيره فهذه مخالفة للأدلة، والأدلة مقدمة، وواجب على الإنسان أن يتحرى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يجنب نفسه ما يضرها في الدنيا والأخرى، ونسأل الله التوفيق. وأما الجبة الرومية لبسها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من لباس نبينا، لنا فيه أسوة. فعندنا ما جاء من شرع المتقدمين وأقره نبينا فهو من شرعنا، وما جاء من شرائع المتقدمين وما أنكره شرعنا فهو ليس من شرعنا، واجب إنكاره. وما سكت عنه من لا هذا ولا هذا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله ورسوله. وهذا تذاكرناه قريبا. فإذا لبس النبي صلى الله عليه وسلم أي لباس فهو ما نقول هذا قد لبسه فلان لبسه، هذا صار من شرعنا، هذا لباسنا، لباس نبينا، فلنا به أسوة. فاستدلال بمثل هذا ليس في موضعه، بل هو دليل لمن يقول بعدم التشبه بالكفار، وأن نبينا لبسه ولبس ذلك، وأننا نتأسى بنبينا في هذا. نسأل الله التوفيق، نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل. الحمد لله رب العالمين. التميز الشرعي الذي يدعو إليه أهل العلم، التميز حتى في اللباس، تميز يا أخي، اعتز بهذا الدين. حتى لو ذهبت إلى بلاد الغرب، ذهبنا مرة رحلة دعوية إلى بعض، وكان معنا واحد اعتبر من شيخ القبائل، وهو ما يلبس في بلاده أبدا البنطال فيما نعلم. فلما كان في الطائرة نازلا في مطار تلك الدولة، ما دريت لو خرج علينا هو لابس بنطال، طلع معنا من صنعاء لابس القميص ولابس كذلك العمامة ولابس. فلما كان في المطار سينزل ببلادهم لبس البنطال، خرج عليه الكرافتة وقد صار صغير، بدل ما كان جثة وما شاء الله هيبة، صار صغيرا هكذا. والله المستعان.